بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. فيديو النهاردة هنتكلم فيه أمور مهمة جدا. هنتكلم عن ما السبب الحقيقي وليس السبب المعلن وراء استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر، وأكيد طبعا كل الزملكاوية عارفينه. وهنتكلم أيضا عن إن في مفاجأة أعلنها الكابتن أحمد سليمان تخص اللاعب أشرف بن شرقي وعودته للزمالك. ده أبرز المواضيع اللي هنتكلم فيها. بس أحب أقول لكل إخواتي اللي عملوا لايكات استمروا في اللايكات، وعايز بقى عدد أكبر في الفيديو ده. يلا بينا على أول الأخبار. أول الأخبار بداية يعني مبشرة، وحتى لو بنسبة بسيطة، من الكابتن حسين لبيب ومجلس الإدارة بالكامل نحو الموسم القادم. نادي الزمالك استقر على تغيير لائحة النادي في الموسم القادم بالتنسيق مع جوميز وعبد الواحد السيد. هيخلوا في الموسم القادم حاجات مختلفة في اللائحة، من ضمنها العقوبات والمكافآت. طيب، ومن ضمن أيضا اللائحة حطوا بند بيسمح للزمالك بخصم 20% من قيمة عقود اللاعبين في حالة عدم التتويج ببطولتين في الموسم القادم. تمام؟ طيب، أنا شايف بصراحة حاجة زي دي هتدي دافع للعيبة بإذن الله. وأهم حاجة إن النادي يقدر يقدم موسم قوي في يعني في كل البطولات المحلية أو أفريقيا. مصير أشرف بن شرقي من العودة لنادي الزمالك، القصة كاملة. أحمد سليمان يكشف التفاصيل. أحمد سليمان طلع بيقول لك يا جدعان، كان اللاعب قريب من العودة للزمالك عن طريق وسطاء وليس عن طريق النادي نفسه، ولكن حدثت المفاجأة وإن اللاعب ما جاش الزمالك بسبب الظروف المالية. اللاعب كان عايز 1,300,000 دولار، والزمالك عرض عليه 600,000 دولار، إنما هو المبلغ ما عجبوش وبالتالي فشلت الصفقة. ده فيما يخص ملف أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك. كنت اتمنى انه يرجع الزمالك ويكسر الدنيا، خصوصا ان في الحته دي احنا محتاجين لاعب بامكانياته وقدراته الممتازه، لكن الحمد لله على كل حال. سبب استبعاد امام من قائمه منتخب مصر. السبب يا جدعان ماشي، مش قصه بقى يعني الناس فاكرة ان السبب الرئيسي ماشي او السبب الوحيد، انا سميه السبب الوحيد. الناس فاكرة ان السبب الوحيد هو موضوع ان هو كان متصاب اصابة خفيفة في المنتخب فمشي، ورغم ان كان ممكن يخف ويلحق الماتش، او حتى كان لو كان خف حتى كان ممكن يلعب بديل. تمام؟ ولكن هو فضل ان هو يمشي عشان كان عايز يلعب اساسي، فكان خايف ان الاصابه دي حتى لو خف منها ما يلعبش اساسي، فعشان كده امام عاشور مشي من المعسكر. طيب، الناس اللي فاكره ان هو ده السبب بس اللي وراء استبعاد امام عاشور، يبقى معلوماتكم ناقصه. انا هكملها دلوقتي يا جدعان. ما حدث في مباراة السوبر هو برضو جزء من استبعاد عاشور من المنتخب. هتقول لي ايه اللي حدث؟
اللي مش واخد باله، خناقة مع دونجا، مع حركة غير لائقة للجمهور، ماشي، مع طبعا اقول لك ايه، يعني امام عاشور مش عارف بقى اعصابه بايظة ولا ايه الدنيا، باين بعد يعني يمكن موت طبعا، وطبعا الدنيا عمالة تقوم عليه، ممكن يتحقق معاه مش عارف ايه ايه ايه، إيه. مش قصتنا، لكن هو السبب اللي انا شايفه، اللي انا شايفه يعني برضو يعني يبقى مع السبب بتاع المنتخب، يبقى الاتنين دول يعني مش سبب واحد، لان هو طبعا يعني تركيزه مش في الملعب، تركيزه ان هو ممكن يتحقق معاه، تركيزه انه مش عارف الله اعلم بقى ايه اللي ممكن يحصل في الاهلي في الحاجات في قصة امام عاشور. فطبعا حوار ان هو يروح المنتخب هيبقى زيادة عددية وخلاص، ده من وجهة نظري يعني. عصام شدود بيتكلم في موضوع تافه، وموضوع يا ريته بيتكلم في وقته، انا يعني يا ريت الموضوع ده يعني ده وقته، تمام، ده وقته عدى من زمان. بيقول لك يا الاستاذ عصام شلتوت، بيقول لك ان زين الدين بالعيد رفض الزمالك. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، لا تصدق، تصدق ان انت كده شوهت صورة الزمالك، تصدق ان انت كده بقيت قمر في عيون الاهلاوية، وبعدين انت جاي تتكلم بعد الهنا بسنة، يعني انت سبحان الله يا باشا، ده اخر حاجة كان ليها علاقة بزين الدين بالعيد والزمالك كانت في شهر 6، ده احنا النهاردة في شهر 10 يا باشا، والله انا هتكلم، بس يعني بصراحة يعني ايه، المفروض حاجة انت واحد تتكلم في موضوع، انت المفروض صحفي، المفروض تكون عارف ان امتى تتكلم، امتى تتكلم في الموضوع، ما تتكلمش بعد فوات الاوان. اشوفكم على الف خير، تمام، واهم حاجة ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة لو الفيديو عجبك، واكتب لي تعليق حلو وكده يشجعني انزل لكم فيديوهات باستمرار. وفي طلب عايز اقول لكم عليه، قولوا لي كده في الكومنتات، تمام، موضوع امام عاشور ده،